اهلا وسهلا بقناة رورو جيمز. اليوم راح نلعب ببجي. انا يما موت. طيب اكس حرف شو ليفل 9. انا اشو هون. واو اعطوني ملابس. ملابس بس بوقت ولا شنطة وال. ومتى بيخلص الوقت وكيف بدي اعرف اصلا اذا خلص؟ طيب يلا رح العب لحالي. عم اتنين نشوف يا رب اشي قوي. وشو هاد؟ لا بالغلط سوري. يلا شكلي حلو بس ما اعرف شو هاد. يلا عادي. حطينا لبس بوقت ما اقدر اخدها دائم. ما اعرف ليه. اوكي رح اعمل كله اوف عشان ازعاج شكلي لحالي. انا شوفوا شكلي حبيت شكلي. طيب انا لحالي ما في حد. لا انا مش لحالي. هاي هاد هو. هلو انت. السلام عليكم. انك شعرك. طيب تاي ليفل؟ انا ليفل 9. انت اصلا هو مش هون اصلا. اوكي اجا لا تطلع برا اللعبة اصلا. انا ما حمل لك فلو اصلا. ما بديش اموت. رح توديني كل العالم ما العب ودوني على مكان هاد اللي 50,000 واحد بكون فيه. اصلا طلع برا. هي مكتوب ميت. لا ما طلع برا غريب. انفولو. ام سوري يا صديق. ام سوري. طيب خلاص طيب ماشي. اوف اسمه هون. انا اسمي هون. اسمي تحت. هي انا اول بعدين هو اخر واحد. نحنا شوي نوب على فكرة. طيب وين بدنا يودينا؟ هون. لا هذا يودي ذا المكان هذا نفسه. والله عرفت انا عبقرية. طيب هون حكى شيء؟ انا ما حكى شيء اصلا. طيب يعمل ليه هيك؟ وين وشو ليفل كم اصلا هو؟ اي بعد سلاح. شو السلاح الغريب هاد؟ ما اعرف شو اي سلاح خذيت. يا رب يكون قوي عشان انا ابدا وحبيت هذا السلاح صغير. يلا ناخده. في صوت على فكرة 50,000 صوت عشان هيك ما بحب اروح على مكان كتير عليه ناس. وشو هاد؟ 5 طلقات بس. طيب يلا في نروح فوق. ما في فوق. لا في فوق. بسرعة 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 بسرعة. شو السلاح هاد؟ هاخد هاد. هبدله بسلاح ما اعرف اذا قوي. لا ممكن ناخده. خلاص رح ناخده. ما اعرف شو هذا السلاح اصلا. وشو السلاح هاد؟ هاخد هاد بداله. خلاص لا خمسين ألف واحد هون. طيب يلا شو ما نقتل. يلا هاي شفت ال... اوكي شفته ومات. طيب اكيد هو فوق. مبين هو فوق. مبين وليه هيك صار؟ في حد؟ طيب لحد الآن بدي أروح أشوف هون إذا في حدا أصلاً. هذا أسوأ مكان. أو في حد هون جنب صديقي. يا عمي في حد هون. انت قتلت واحد اصلا او عم بتموت اصلا.
يلا يلا. ايوه، هو هون جنبه جنبه. نوكت اوت. طيب، الله اكبر. وشون بصير؟ اي شو الغباء هاد؟ اي 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 والله شو بصير؟ عم بحط ال شو الغباء هاد؟ شو من هاد؟ لا تعمل هيك، لا عليك، ليه بدك تقتلنا بهذا الشيء اللي ما عرفوه اصلا؟ شو السلاح هذا؟ انا بدي هذا السلاح، اعطيني هذا السلاح. اي لا تضربني، لا تضربني يا صديق، ممنوع الضرب اصلا، ممنوع تضرب امرأة، انا بنت. لا فيش سلاحون، يعني شو السلاح هذا؟ شكله عادي، ما بعرف شيء لحد الآن، أنا بس حابة هاد، بس هذا شيء كتير غبي، ما أعرف شو هو هاد أصلا، ما أعرف شو أصلا إذا سلاح قوي أم ضعيف، أنا بس معي هذا السلاح. أي أي بوم 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 بوم. أي لك شو هاد؟ لا بدك تعمل هيك، ما عندي اشي. ما بيموت. بليز بدي اشي، لا تعمل هيك بليز. انا عندي ملابس حلو، ما عنده ملابس، بليز. واخيرا، والله ما بعرف شو اللي عم بعطينا اصلا. خلاص يكفي، بكفي تحط الاشي على الارض وانا اصلا موجودة. شو هاد؟ يصير حريق هون ونحن بنموت. ليه متت؟ طيب انا قتلت 3 اشخاص بس. انت كم؟ 100 700 400 500 مليون. اصلا راح او لا ما راح؟ طيب نحن راح نلحقه، ما اعرف ليه. في شي هون؟ اوه هاي حلوة الملابس، لا ما عنديش هاي الملابس. لحظة، بوت حلو؟ لا خلاص، وين راح اصلا؟ ما راح فوق، ما اعرف ليه. لا ما راح فوق. بوم بوم، يلا. سلاح شوي غريب هاد، مش شو هاد، بدل زي هيك اطخ حدا هيك هون. اصلا وين راح؟ وين هو اصلا؟ يعني وين انت ببيت هذا البيت؟ اظن الكوشن ماركت هون، يعني انت هون. اوكي، عمي وين بيروح؟ فوق، هو فوق فوق والله. خلاص طيب، ليه ما حاخد معي سلاح لحد ما اشوف طلقة اصلا، ما بعرف شو طنجرة. هاي طنجرة، انت شو بتعمل؟ اي لا تضربني، ممنوع تضرب. لا شو تضرب لي؟ لا لازم ما تضربني اصلا، ما بلحقك، عم بلحقك. خلاص ما في داعي تعمل حركات عجيبة وغريبة هيك. طيب بكفي ضرب، بكفي ضرب، يا الله اسم اعلم. طيب انا في حدا عم بطخ، طيب انا حروح اقتله. مش عمني.
طيب نكون أحلى بيوت في اتنين بيدخلوا مع بعض. اها، شفته كان بياخد اغراض وما اعرف شو. موتي يما، اي هذا حموته. بعد ما بدي اياك تقتل ال هاد، عشان اذا قتلته يعتبر انه انت قتلته. طيب شو انا حبيت هذا السلاح، خلاص صار فايدة. لا تعمل هيك، لا تعمل هيك، لا بقولك لا تعمل. اذا بدك تعمل رح اروح اضرب حالي. طيب خلاص باي، والله ما بحب يعمل هيك. لا يا طيب يلا بسرعة. واو راح، رح يموت ونشوفكم في فيديو جاي. باي.